هلا ومرحبا فيكم اخواني، كيف الحال؟ عساكم بخير. معكم اخوكم باسل من قناة محترف جيمر، واليوم رجعت لكم فيديو جديد عن لعبة توب وور باتل جيم. واني راح نتحدث اليوم عن هاي البطلة الجديدة، البطلة اي. راح نتحدث عن ميزاتها وكمان راح نتحدث عن طريقة تحصيلها. لكن قبل كل شيء، وصلنا المقطع هذا 50 لايك، واذا انك ما انك مشترك حط لنا اشتراك، واكتبوا لنا بالتعليقات ارائكم، يعني رأيكم بهاي البطلة. واني انا راح اعمل برنامج جديد بالنسبة للنشر بالقناة، راح اخصص يومين بالاسبوع، يومين او ثلاثة انشر فيها، لانه انا عندي شغل فراح اخصص يا ان يوم الاحد والخميس والجمعة، يوم الاحد انشر والخميس او الجمعة، يعني بين هاي الايام. ويمكن يعني انشر محتوى ثاني غير لعبة توب وور، يمكن يعني يمكن 4 مرات انشر بالاسبوع. المهم اخواني، نشوف شو ميزات هاي البطلة. هون كاتب لك at the beginning of the battle the first row unit will die in shield 43 plus. يقول لك اول ما تبلش المعركة يعني تحصل على درع 43.6%. When the units in back two rows launch regular attack will be chance to summon 3 to 5. ويقول لك كمان في عندك فرصة انه يعني تهجم 3 هجمات. هاي هي المهارة، 100 نقطة من الدفاع، زيادة حيوية الدرع بنسبة 14%. يعني هي فيها مهارة هجومية ومهارة دفاعية. بيقول لك 43 at the beginning of the battle the first row unit will gain shield، يعني الخط الأول من القوات راح يحصل على درع 43.6%. تمام اخواني، بعدين نجي نكمل شرحنا عنها بعدين، بس أول شيء لازم نروح نشوف، لازم نعلمكم كيف طريقة كيف أنا حصلتها. طبعا اخواني انا صرفت حوالي 6000 جوهرة، بس اخواني انا على الحظ، يعني كل ما اجي اصف 300 جوهرة يعني يطلع لي، يا اما يطلع لي شظية واحدة يا اما ما يطلع لي شيء، يعني بعد حوالي 10 محاولات. يمكن انت من محاولة واحدة تحصلها. فانا كيف حصلته؟ ما شحنت يعني ما دفعت ولا شيء من جيبي. هاي هي اخواني صندوق الحظ، هذا صندوق الحظ، هاي هي السحب 330، سحب 10 مرات، انا هيك حصلته. في طريقة ثانية تحصلها فيها تجنيد الابطال، تجنيد محدود المدة، بس هذا يصرف منك يعني ياكل منك جوهر كثير على كل 10 مرات، يعني ياكل منك 3000 جوهرة لكل 10 مرات تجي تسحب من هون. هذا كمان يعني يعتمد على الحظ، وهذيك الطريقة كمان تعتمد على الحظ. هاي الطريقة يعني إذا عندك مثلا الله رازقك يعني، وعندك يعني إمكانية تشحن، هاي هي تدفع الدينار العراقي 27.38 لهاي المهارة الحصرية، وتدفع 27,038، وتدفع 29,215 لحتى تجيب 10 شظايا وكم هدية معه. فأفضل طريقة إنه تحصل هاي البطلة يعني أنت وحظك، يعني يمكن حظك، يعني يمكن من أول 300 و يمكن من أول 330 جوهرة يمكن يطلع لك 10 شظايا أنت وحظك، يمكن تصرف 10,000 جوهرة. فهاي الشغلة تعتمد على الحظ. انا تقريبا صرفت فوق 6000 جوهرة، بس احسن من هذيك الطريقة. يعني لو بهذيك الطريقة يمكن اصف، انا بعرف حظي. فانت وحظك. هلا شو بدي اعمل؟ انا حصلتها طبعا، هلا بدي احاول اجمع شظاياها لحتى ارقيها كمان نجمة. هلا عندي 1213 جوهرة، مو مشكلة. هون كاتب لك سحب مرة واحدة 35 جوهرة تصرف، وهون كاتب لك سحب 10 مرات
330 جوهرة، فأنا راح أصرف 330 جوهرة بهذا الشكل مثل ما تشوف. شوف طلع لي شريطين لإلي، وهذا الشيء ممتاز. كمان بصرف 330 جوهرة طلعت لي شرية واحدة، شوفوا بهذا الشكل كمان طلعت لي شظية اليوم، لأنه بدي شظايط، لأنه كان بدي حصلها 10 شظايا، ما كان يطلع لي هيك، يعني كان يطلع لي هيك صناديق وبطاقات وبطاقات تجنيد وشظايا، أما ما كان يطلع لي معها ولا شظية بهذا الشكل إخواني. هون بس توصل 300، يعني بعد ما تسحب وظل تسحب، بس توصل هذا الخط بس يوصل 300 راح تحصل على هاي الجوائز، الجائزة الخارقة شظية لإله. هلأ نروح نجرب البطلة الجديدة آية. هي طبعا بطلة متخصصة للقوات الجوية. هلأ بيجي أرقيها، شوف هلأ شو عم بيقول، مبادلة 15، بده 15 شظية لحتى أقدر أرقيها نجمة كمان. بطلة ترقية، أروح أرقيها ترقية عادية، حط استخدام الكل، وهيك تكون وصلت الليفل 40. هلا اقدر احط معها اي مهارة، مهارتها الحصرية طبعا، اذا كان في عندك مهارة حصرية تقدر تحطها. انا راح احط معها هاي المهارة، مهارة الحجم المسيري، دمج المهارة ندمجها، خليها تصير ليفل 2 تمام، مو مشكلة. هاي 2 تمام، نجي كمان نحط لها مهارة جوية. انا راح استخدمها طبعا مع البطل ريكاردو، بستخدم لها مهارة جوية، بستخدم لها مثلا هاي المهارة نادرة 2.5%. تمام، حط لها تركيب. هلا بروح بجربها مع البطل ريكاردو او اي بطل جوي ثاني. نجي على المسيرة، تحدي ممتاز، هو القوات البحرية عدوهم اللدود القوات الجوية، ممتاز. هلا بيجي استخدم البطل، مثلا استخدم البطل ريكاردو معها، حط ريكاردو او خليها هي بالاول لحتى نشوف مهارتها، ونحط البطل ريكاردو بهذا الشكل، ونحط القوات الجوية ونشوف مهارتها بالقتال مثل ما تشوفوا. فعل الدرع للصف الاول من القوات. شباب انا نسيت شغلة، نسيت اركب المهارات، بس مع هذا ربحت مثل ما شفتوا، نسيت ركب المهارات للقوات الجوية. فعلا ميزة ممتازة يا شباب، فعلا هاي البطلة تستاهل. بنصحكم يعني تحصلوا هاي البطلة، لانه هاي البطلة دفاعية والبطل ريكاردو هجومي. البطلة الدفاعية للقوات الجوية هي بطلة دفاعية وبطلة هجومية. هلا نجرب، خلي نشيل ريكاردو ونخليها لوحدها لحتى نشوف مهاراته مثل ما تشوفوا. تعطي للصف الاول، يعني تعطيهم درع. فعلا مهارة ممتازة. سرع الفيديو شوي. مثل ما شفتوا، يعني الصف لا، يعني القوات اللي عندك بالصف الاول اذا كانت قوتها قويه، يعني اذا كان عنده درع يعني يكون احسن. هاي هي البطله اخواني، هاي خلصنا مرحله المسيره الخامسه كمان. مثل ما حكيت لكم اخواني، هاي البطله يعني تستاهل انه تصرف عليها جواهر. يبقى عندي احاول اجمع لها شظايا لحتى ارقيها. نروح نشوف بلكي هل يا ترى تتجند بالتجنيد العادي ولا لا. تايوان، أليكس، سام، لي هونجيو، كاتيوشا، برادلي، فريد، مهت، زيدو، كلوي، تيريزا، بيلي، فوليون، ناديا، إدوارد. مع الأسف هاي البطلة يعني ما بتتجند بالتجنيد العادي، فقط تأخذها عن طريق هذا الحدث، يعني باقي لها 3 أيام.
يعني حاول بها 3 أيام يعني تجمع لك شوم جوهرة، احضر إعلانات إذا ما عندك جواهر، حاول تجيب هاي البطلة لأنه هاي البطلة حيل مفيدة. بالنهاية إخواني بتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، لا تحرمونا من اللايك والاشتراك يعني، واكتبوا لي بالتعليقات رأيكم بهاي البطلة هل تستاهل. أنا بالنسبة إلي البطلة هاي تستاهل يعني، ميزتها كويسة يعني، ميزتها دفاعية وهجومية. بالنهاية بتمنى توصولي هذا الفيديو 50 لايك، واكتبوا لي بالتعليقات أراكم، وأحط لكم كمان رابط صفحة الانستغرام بالوصف، وبتمنى لكم أطيب الأوقات. كان معكم أخوكم باسل من قناة محترف جيمر، والسلام عليكم.